والأمل أن إتمام الإفراج عن المعتقلين يحقق فرصة أكبر إلى هذه الرؤية، وأن تكون هي الرؤية المأمول بها في ساحة العمل في البحرين السياسي من قبل المعارضة ومن قبل النظام. أحب أن نشيد بتحركات الأهالي على طول الخط في هذه القضية. وإلى هذه اللحظة وجدت أن الأهالي يقومون بأعمال متحضرة في الدفاع عن أبنائهم، وعملوا دائما على عدم خلق مشكلة وهم يعملون على حل مشكلة هؤلاء الأبناء من المعتقلين. اجتماعاتهم ولقاءاتهم وخطابهم كان خطاب متحضر وخطاب وطني يشكرون عليه، وأنا أتضامن معهم في ذلك وأساندهم في كل تحركاتهم المشروعة وتحركاتهم السلمية والقانونية. وأدعو من زاوية أخرى الأجهزة الأمنية أن تتفاعل بإيجابية مع هذه الرؤية ومع هذا النمط من التحركات. أنا في الأسبوع الماضي إلى اللحظة الأخيرة كان هناك تواصل على مهرجان خطابي في ليلة السبت، وكان في تمنع وحجج في البداية من وزارة الداخلية، والحمد لله أن بعد ذلك صار توافق على أن هذا عمل مشروع ويجب السماح له. وأيضا كانت هناك معالجة ليست مرتبطة بهذا الحدث يعني بشكل مباشر، وإنما بشكل غير مباشر، وهي مسألة التفتيش في المناطق. وأيضا تدخلت الوفاق وعلى مدى أكثر من أسبوع، ويمكن يعني أخبرت يوم الجمعة بأن التفتيش سيتوقف مع وجود قوات للأمن في المنطقة من أجل يعني توخي أو أخذ الاحتياطات أو ما شابه ذلك، كما هي موجودة في مناطق أخرى. يعني على مدخل هي مدخل البلاد هم موجود قوات أمن بشكل شبه ليلي، وفي مقابل الكاونتري مول يسمونه في أيضا دائما تشوف هناك، ولكن لا داعي لهذا التفتيش الذي كان يؤذي الناس جميعا ولا يحقق غاية أمنية واضحة. هذه المساعي أدعو الحكومة إلى فتح باب الأفق للحركات السلمية والاعتراض والاحتجاج والتضامن، وكما أشد على أيدي الأهالي بالاستمرار بنفس النمط الذي قادوا فيه عملية المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم حتى هذه اللحظة. ستستمر المساعي من الوفاق باتجاه إكمال العفو الملكي وتبييض السجون في البحرين، لأننا نعتقد بأن هذا هو الطريق إلى مزيد من الأمن والاستقرار ومزيد من آفاق تحرك المشروع السياسي. غدا ستكون محاكمة ونطق بالحكم، سنبقى نتمسك بهذه الأفكار التي طرحتها، وسنعمل لن نوقف العمل حتى نجد سجون البحرين وهي خالية من المعتقلين على خلفيات ذات لون سياسي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. هذه أمنية وليست إشارة إلى أي شيء، هذه أمنية. أتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا. أترك الميكروفون إليكم أحبائي إذا كان في أي مداخلة. تفضل حبيبي. لدي سؤال. لدي سؤالين. الأول متعلق بهذا المؤتمر الصحفي، والثاني متعلق بموقفكم من تصريحات وزير الداخلية. هل يمكن أن نفهم من هذا المؤتمر الصحفي
أقل من 24 ساعة من المتحف الأحكام أنه بمثابة إطراد الجنة من طرفكم مما يمكن أن يدعو أن نطق بالأحكام غدا؟ يعني هل أنتم تحذرون أو تخوف يعني تعطون إشارة أنه قد تنجر الأوضاع الأمنية إلى سابق عهدها؟ سؤال الآخر، في تصريحات لوزير الداخلية بالأمس مشارك الوطن وتحدث فيها عن التجهيز وذكر بأنه معظم أو 95% من الذين استفادوا من التجهيز في الفترة الأولى من 37 تقريبا هم كانوا من المحلمين الشيعة أو المحلمين الشيعة استفادوا من التجهيز. ما هو ردكم على ذلك؟ ورد النور بالعالمين. في موضوع العلمين، يعني أحد أركان القيادة السياسية في شهر رمضان المبارك قال لي، ما أريد أن أحدد من، بس أحد أركان القيادة السياسية، ما عليك شيخ من هذا الخزعبلات التي تقال. طبعاً نحن لا نتمنى أبداً، كنا يعني لا نتمنى أن تستمر هذه الاحتجازات وبالتالي المحاكمات. ولو دخلت بالتفصيل أنتم تعرفوا بالدقة أن المحاكمات بعد الإفراج العام توقفت، وتوقفت لأن كان في أن هم هذين أيضا يخرجون، وإنما فقط هي مسألة الحق الخاص وترضية الأهالي أسر الضحايا، وإحنا نتضامن مع أسر الضحايا بهذا المعنى. أي شخص يفقد عزيز عليه، يفقد ابنه، يفقد أباه، يفقد أحد شيء اسمه يتضرر، لابد أن نتضامن معه. لم يكن أبدا يرضينا أن أحد يفقد روحه أو أحد يفقد أحد أعضاءه أو أحد أبدا، من أي جنسية كان، مقيم، مجنس، عامل في هذه البلد. في عندنا رؤية شرعية تجعل للدم حرمة لا يجوز التفريط فيه، لا منك ولا من الآخر أيا كان هذا الآخر. لذلك هذا أمر مؤلم ومحزن، ونتضامن ونتعاطف مع أي إنسان يتعرض إلى الخسران ويكون عنده ضحية مهما كانت بسيطة، فضلا عن مسألة أن يفقد روح. ولكن الآن إحنا في إجراءات تأخذ بالعملية إلى المحكمة، وهذا ما كنا نعتقد بعدم صوابيته، وأن الموضوع كان يجب أن ينتهي دون إمضاء في المحكمة وتقبل الترضيات التي وصلنا في بعضها إلى توافقات وتنتهي الموضوع بهذه الطريقة. الآن لا نتمنى بطبيعة الحال أن نجد بأن هناك إرباك أمني جديد، لا قبل المحكمة ولا بعد المحكمة، وأن نجد لا سمح الله ضحايا جدد، وأن نجد معتقلين جدد، وأن نجد استمرار إلى أزمة أمنية. هذا ليس في مصلحة أحد، ليس في مصلحة الوطن، ليس في مصلحة الحكومة، وليس في مصلحة المعارضة أو أي تسمية أخرى ممكن أن تقال. هذا المؤتمر هو يعني رسالة فيها تضامن مع المعتقلين، فيها توضيح لموقفنا من ملابسات كل هذه الأمر، من التعذيب، من المحاكمات، من ما يجب أن تكون عليه، من كونهم مشمولين بالعفو الملكي، من إبعاد لفظ الدية عن الموضوع. هذا مؤتمر لتوضيح هذه الملابسات.